وهذا سائل يقول: استيقظت من النوم وأنا جنب وكنت أريد أن أغتسل فوجدت الماء باردا فلم أستطع أن أغتسل به، فقمت وتوضأت وغسلت ذكري، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما هو صحيح. إذا كان عندك، إذا كان الماء باردا شديد البرودة ولا تطيق استعماله، وليس عندك ما تسخنه به، ما عندك ما تسخنه به، لا نار ولا غاز ولا شيء ولا كهرباء، ما عندك ما تسخنه به وهو شديد البرودة وعليك خطر من استعماله، يجوز لك أنك تتيمم وتصلي كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره لما احتلم وصار الماء باردا شديد البرودة، فتيمم رضي الله عنه وصلى وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. أما إذا كان عندك ما تستطيع تسخن به الماء فلا يجوز لك إلا الاغتسال، تسخن الماء وتغتسل وتصلي. نعم.